حي هو الله الذي أنا واقف أمامه، هذا كان شعار النبي إيليا في حياته، لذلك بقي حياً في ضمير المؤمنين، حتى إن كثيرين يرغبون في إطلاق اسمه على أبنائهم. أحب الله حباً جماً، فرفعه الله على مركبة من نار. هكذا اختتم النبي إيليا حياته الأرضية، تاركاً لنا الاقتداء بسيرته العطرة. وفي عيده العظيم تحتفل الكنائس في الأردن بقداديس إلهية تحييها في هذا اليوم. ومن سيرة حياته أنه عاش على جبل جلعاد في محافظة عجلون، وفاح عطر قداسته حتى أصبح جبل جلعاد اليوم، وتحديداً تل مار الياس، محجاً مسيحياً رسمياً ومعتمداً من الفاتيكان. لتل مار الياس أهمية دينية وتاريخية وسياحية كبيرة، يقصده الزوار من كل مكان من الأردن والخارج. هذا الموقع التاريخي الذي يحوي على كنيسة تعود للفترة البيزنطية وأرضيات ونقوش فسيفسائية. النبي إيليا أحد أنبياء الله في العهد القديم، حظي بتكريم عظيم في العهد الجديد، واليوم تبنى الكنائس وتسمى باسمه وتطلب شفاعته. فيا نبي الله الحي، تشفع لنا عند الرب الإله ليمنحنا السلام.